السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للنقطة الثانية من المباراة. النقطة الثانية طبعا بها جهة واحدة، وأنه يريد أن نثبت إذا كانت الأس تقاطع، نعم تقاطع التي كومبوز الآر، تقاطع التي كومبوز الآر، هذا شيء يساوي، عفوا يساوي، يقول أنه جزئي أو يساوي الأس كومبوز الآر تقاطع ال تي كومبوز ال ار. يريدنا نثبت هذه الجزئية وليست مساواة، وراح اخلي واجب عليك من نكمل اقول لك شنو الواجب اللي راح يبقى عليك، واجب جدا مهم ويجب الامتحان، دائما يجيبوا الاساتذة بالامتحان. طبعا هنا بسيط عندي، انقللت اكس واي ينتمي الى هاي الجهة اللي هي اس تقاطع تي كومبوز ال ار، وأكيد راح تعرفون شو نسوي. راح نقول له إذن يوجد Z such that ال X وال Z تنتمي المن لل R هاي الأولى، و ال Z وال Y تنتمي المن للثاني تقاطع ال T. جيد، زين هاي من تنتمي للتقاطع وش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي X و Z، هذا ينزل ما بي مشكلة، و راح يصير عندي ال X وال Y ينتمي المن لل S و شنو عفوا Z to Y، Z to Y ينتمي لل S، وهنا Z to Y المن راح ينتمي لل T باعتبار أنه تقاطع. إذن هسه أنا من صار عندي بهالوضعية هاي، طبعا هاي الشكل ما ننساها، أقدر شنو اللي أسويه ما دام صار عندي هذا تقاطع؟ أقدر أنه أسحب التوزيع، أقدر أسحب التوزيع، يعني أنا أقدر العفو مو أسحب التوزيع، أقدر أوزع، أدخل الأول على الأول والثاني، الأول على الأول والثاني، خليني أرتبه شيء، أنا توقعت جاي نبره بالعكس، صار عندي مس، هذا راح ندخله على الأول وندخله على اليمين ندخله على الثاني، فراح شو نقول له إذا راح يصير عندي بهالشكل، راح يصير عندي X و Z ينتمي للآر و Z to Y ينتمي للأس، طبعا راح ينسد القوس وتنزل هاي الو طاوع هاي هالو هنا، وراح نقول له نعيد X و Z تنتمي للآر باعتبار دخلناها، والو هاي مالتنا اللي دخلت، و يعني شوف واو طاوع هاي هنا الو، هاي وين هنا؟ هاي الو مالتنا، وراح يكون عندي Z وينتمي المن ينتمي للتي. فطبعا واضحة جدا، واضحة هسه صارت عندك، أكيد أنتم فهمتوها هسه، أكيد أنت هسه فهمتها قبل وجاوبتني، بس أنا ما جاي أسمعك. X و Y ينتمي المن الأولى والثانية، راح يصير S compose ال R هاي الوقت نزل ما أنا علاقة بها، وهذا كذلك Z يروح وي Z، ويصير عندي X و Y ينتمي المن للتي compose ال R. ومن صار عندي أنه أنا وهذا ينتمي لهذا وهذا ينتمي لهذا، إذن راح أحصل أنه الـ X والـ Y راح ينتمي المن ينتمي إلى حقيقة هو تقاطع، تقاطع راح يصير تقاطع أنه T compose الـ R، وحققنا المطلوب. إذن الجهة هاي اللي على اليسرى حققناها جزئية، منين؟ جزئية من هاي الجهة. شنو السؤال اللي يجيك بالامتحان؟ لاحظ يجيك سؤال بالامتحان جدا مهم، خليني امسح واركز لك عليه لان هاي درجة تقريبا جدا مضمونة، مسحنا. يقول لك بالامتحان اعطي مثال على اليمن، يريد من عندك مثال، العفو مثال يعني يريد من عندك اس، ويريد يعني يريد من عندك علاقة اس، ويريد من عندك علاقة تي، ويريد من عندك علاقة ار، بحيث أنه تكون هاي الجهة مو جزئية من هاي الجهة، بحيث تحقق العلاقة S O R وش حكي تقاطع T compose ال R ليست جزئية منين؟ من S تقاطع ال T compose ال R. هذا أحط طرق السؤال، أحط طرق السؤال، أعطي مثال على أنه هاي جهة ما تحقق. هاي صيغة بسيطة، ومرات شي يقول لك بالأسئلة، يقول لك proof or
disapprove. شنو proof أو disapprove؟ وش ينطيك؟ ينطيك هيجي يقول لك S تقاطع T composite R يساوي وش حكي S O R. هذا هنا مثل هيك سؤال يحاول يخربط الطالب الأستاذ، يقول لك هاي العلاقة، يقول لك إذا كانت صحيحة فش تسوي لها أنت بروف، وإذا أنت يا الطالب تقول أنه أنا هاي أقول لك مو صحيحة يا الأستاذ أنت غلطان، ويقول لك لو تبرهنها لي شين هنا بروف يعني برهان. ديسبروف معناها أعطي مثال، يعني لو هي صحيحة وانت تبرهنها الجهة اليمنى تساوي الجهة اليسرى، لو هي مو صحيحة وتطي شنو تطي اكزامبل، قل له مو صحيحة هاي المساواة مالتك وبالدليل انا راح اجيب لك اس واجيب لك ار واجيب لك تي واسويهن هالقضية هاي ما راح يطلعن يساوين هالقضية هاي. هاي طريقة لحل مثل هذا المثال، جدا مهم هذا المثال. زين نجي المن، نجي خلصنا من هاي النقطة، وش عندنا بعد بالله يا نقطة؟ إيه يقول إذا كانت عندنا الـ R جزئية من الـ S، يقول إذا كانت عندنا الـ R جزئية منين من الـ S، أول شيء يقول إذا جبت لي علاقة وركبتها على الـ R وعلى الـ S، مثل جبت علاقة T بحيث أركب T على الـ R من هاي الجهة، فتبقى الجزئية محفوظة S، تبقى الجزئية محفوظة. زين أنا أريد أثبت هاي الجهة جزئية من هاي الجهة، فراح أشتغل هنا، مو تتخربط وتشتغل هنا، لا هذا معطى، راح أشتغل وين؟ أشتغل بهاي الجهة. إيش راح أقول له؟ ببساطة طريقتنا المعتادة let x y ينتمي لإلمن t compose ال r، ممتاز t compose ال r. إذن يوجد z such that، يوجد z such that x و z ينتمي للR للأولى و z to y ينتمي للT. جيد زين، أنا ش عندي؟ عندي أنه الR جزئية من الS. تعال هنا راجعني، الR جزئية منين؟ من الS، يعني شكو شي موجود بالR فهو موجود وين؟ بالS. زين ايش راح اقول له؟ اقول له بما انه الاكس وزت موجود بالار، اذا ايش راح احصل؟ احصل انه الاكس وزت 100% وين موجود؟ ينتمي للاس، باعتبار ان الاس هيك خل ارسمها لك، باعتبار ان الاس بهالشكل والار جواها، هاي الار هاي علاقه R. فاي شيء موجود بالار وين راح القاه؟ راح القاه موجود وين؟ القاه موجود بالاس. فايش راح اسوي؟ اقول له اذا طبعا هنا قلنا بما ان ال r جزئيه من ال s، اذا راح اقول له ال x و z ينتمي المن لل s و z و y المن ينتمي لل t. طبعا واضحه جدا، هو ينتمي لل r، ال r جزئيه من ال s، اذا ينتمي المن، اذا ينتمي لل s. اذا ايش راح احصل؟ راح احصل طبعا نروح نلغي هسه نرجع، راح اقول له x و y ينتمي الاولى وين اخليها؟ إن أخليها هنا، الثانية وين أخليها؟ كومبوز. أستطلع لي شنو؟ ما طلع لي هذا المطلوب، أنه يريد الجزئية، يريد أحقق جزئية، دير بالك مو مساواة، هذا هو انتهى البرهان، بس جزئية. يجيني شنو؟ يجيني مطلوب ثاني طلبة من عندي، يقول مو هذا المطلوب أنا اللي أطلبه من عندك، عندي بعد مطلوب ثاني، خلينا نمسح صبورتنا ننظفها. شنو المطلوب الثاني اللي عندك؟ يقول مو هاي الجزئية، أريد أنا نفس الشيء بس أدخل على الـ R والـ S منين؟ من اليمين، يعني أقول له R composite T جزء منين؟ من الـ R composite S، نفس الشيء. يعني هو جاب الـ R قال جزئية منين؟ جزئية من الـ S، باول قال إذا دخلت عليها composite من اليمين تبقى الجزئية ثابتة، وإذا دخلت على هاي الـ R جزئية من الاس كومبوز من اليسار، العفو بالعكس، العفو هنا دخلت عليها كومبوز من اليسار، هنا ايش راح ادخل عليها كومبوز منين؟ من اليمين، يعني اذا قلت كومبوز تي فتبقى الجزئية محفوظة، اذا قلت له انه الاس كومبوز منين؟ من التي، يعني ادخل عليها من اليمين ادخل عليها من اليسار، تبقى شنو؟ تبقى الجزئية ثابتة. هسه ايش راح نشتغل؟ راح نشتغل منين؟ راح نشتغل من اليمين. نفس الحل أصلاً جداً تافه، ويمكن أغلبكم هسه جاي يسمعني ويقول لي ماكو داعي تحله،
بس مشكال راح احل هسه ندخل التي من اليمين فنقول له ليت اكس و دبليو خلنا ناخذ هالمره كيفي ينتمي لمن للار كومبوز تي من هاي الجهه واضح من اليمين اخذناه احنا منين اخذناه من اليسار لو انا غلطان اي لا اخذناه من اليسار اعتقد ما ادري انا مسحتها شنو اللي اخذناه خل اشوف شنو اللي اخذناه حتى اخذ العكس مالته اي تي من اليسار اخذ تي من اليمين let r compose t اذن يوجد z اذن عفوا اذن يوجد z such that انه الx والz ينتمي للt و z والw ينتمي لمن ينتمي للr جيد شنو اللي راح احصله من هاي القضية قلت له يابا أنه Z والW ينتمي للR إذن إيش راح أحصل؟ راح أحصل أنه Z والW لمن ينتمي؟ ينتمي للأس ليش؟ لأن الR أصلا جزئية من الأس فراح أحصل X وZ ينتمي للT و Z والW لمن ينتمي؟ ينتمي لي للأس فإيش راح أحصل؟ طبعا نرجع لطريقتنا الرجحين يعني نرجع الكومبوز فراح أقول X وW راح ينتمي لمن هاي الأولى أخليها هنا هاي الثانية أخليها S فش صار عندي صار عندي أنه R composite T جزء منين من S composite T وانتهى عندي شنو انتهى عندي برهان هاي النقطة اللي هي النقطة الخامسة نجي النقطة مهمة أشوف إيش قد الوقت ما أريد الوقت يزيد علينا 11 دقيقة جيد خوش وقت نجي المن هسه نجي البرهان جدا مهم نرجع بيج 1 برهان جدا مهم شو يقول البرهان يقول انه اذا كان يقول انه اذا كان عندي اس خليني اقرا عدل اس كومبوز الار كومبوز الار تقاطع التي لا يساوي فاي يعني فيه عنصر إذا وفقط إذا أنه جاي أشوف الكتاب T compose R inverse تقاطع ال S طبعا هنا يساوي فاي ولا يساوي فاي أنا نقلتها بالخطأ يساوي فاي إذا وفقط إذا هنا عندي شنو عندي يساوي فاي يقول متى ما كان عندك هذا يساوي فاي فإن هاي الجهة تساوي فاي إذا وفقط إذا ننتبه للبرهان إذا وفقط إذا طريقة البرهان هنا راح تكون شوية مختلفة هو جاي يقول لي اثبت لي أنه إذا هاي تساوي فاي يعني ما بها ولا عنصر إذا وفقط أن هذا المقدار أو هاي العلاقة طبعا هاي علاقة تركيب علاقة تقاطع علاقتين تركيب علاقات فهو علاقة هاي العلاقة ما بها ولا زوج مرتب فإن هاي العلاقة ما بها ولا زوج مرتب وإذا هاي ما بها ولا زوج مرتب فإن طبعا هي إذا وفقط إذا يعني إذا هاي ما بها ولا عنصر فهاي ما بها ولا عنصر وإذا هاي ما بها فلا عنصر هاي ما بها فلا عنصر طبعا طريقة أنا أروح أثبت ما بها عنصر هنا عندي بالرياضيات مو هيك إحنا نبرهن وإنما راح نقول له نفرض أن إذن هذا البرنامج مالت القرآن نفرض أن ناخذ اي جهه من الجهات خلنا ناخذ ذيك الجهه نفرض ان اس كومبوز الار تقاطع تي لا يساوي فاي بالعكس يعني راح اثبت اذا انه هاي لا تساوي فاي فان هاي لا تساوي فاي وراح اثبت اذا ان هاي لا تساوي فاي فان هاي لا ليش لان هاي العلاقه لها مكافئ شنو المكافئ مالت المكافئ انه اس او ار تقاطع تي شنو يعني مكافئ لا يساوي فاي اذا وفقط اذا تي او ار انفيرس يعني كومبوز اسميها او تقاطع الاس لا يساوي فاي هاي يسموها مكافئه شنو يعني مكافئ يعني هاي هي نفسها هاي اذا برهنت هاي فان انا برهنها فدائما بالرياضيات مرات عندي المبرهنة صعبة فالتجئ للمكافئات شلون مثل ما اخذنا النقيض والمعاكس الايجابي اذا تتذكرون من أثبت أنه المعاكس الإيجابي صحيح فإن الأصلية صحيح ومن أثبت النقيض خطأ فإن الأصلية صحيح وهكذا
فهسه احنا ايش راح نبرهن؟ راح نبرهن بواسطه اللي جوا انه اثبت هاي الجهه لا تساوي فاي، فان الجهه الاخرى شبيها لا تساوي فاي. فراح اقول ليت اس اكس واي العفو ينتمي لالمن اس او ار تقاطع تي. شنو اللي راح احصله؟ راح احصله انه اكس واي ينتمي للاس كومبوز الار و اكس واي المن ينتمي للتي. جيد، بعد هذا هنا عندي كومبوزيشن، اذا يوجد زد بحيث ان اكس وزد ينتمي المن للار و اكس وزد ينتمي للار، وراح تصير عندي و زد واي ينتمي المن ينتمي للاس، هذا كله هنا نخليه و x و y المن ينتمي ينتمي للتي. بما انه انا عندي r inverse اروح ارجع لهذا اقول له انه اذا عندك x و z ينتمي للr فانه z والx المن ينتمي للr inverse. تذكرون لما تذكرون بالانفيرس قلنا المقلوب ينتمي المن او المعكوس ينتمي المن للانفيرس، فانه اذا x و z انا طبعا ليش رحت للr؟ ليش ما رحت للs والt؟ سواء واحد يقول حافظها، لا مو هذا، وانما هناش عندي الار انفيرس، فانا ما اروح التي موجوده الار موجوده الاس موجوده، فخليني احرك شنو احرك الزد والاكس واشوف ايش راح يصير عندي. جيد، فهسه ايش راح يصير عندي؟ حركت هنا ينتمي للار انفيرس، وبعد ايش عندي؟ عندي صارت عندي هاي هيك واضحه، شوف باو علي هاي واضحه، هسه صارت عندي واضحه الامور. يعني انا اذا اربط هذه وي هذه راح شي يصير عندي؟ راح يصير عندي z to y، خوش حج z to y وي هاي القضية راح يكون لها تساوي فا. واضح؟ يعني ايش راح اقل له هسه؟ راح اقل له انه انت عندك z to x تنتمي لها و، خلي جيب هاي ان كلهن و كلهن و ماكو مشكلة يعني. وصارت عندي هنا ال x و y، انا ما لي علاقه بالترتيب، ما لي علاقه بالترتيب وهذا يدخل على الاول يدخل على الثاني، لا انا جاي اشتغل علاقات مستقله. قلت له اوقف، شنو العناصر اللي تنتمي لك انت يا الار اكس وزد؟ اذا زد واكس ينتمي للانفيرس مالتك. زين انت تي شنو ينتمي لك؟ قال ينتمي لاكس واي. جيد، حصلت هاي. اذا انا اقدر هسه باستخدام تركيب العلاقات احذف هاي الاكس منها احذف هاي الاكس منها، صار عندي زد واي المن ينتمي، ويؤدي الى انه زد واي ينتمي لإلمن. وين هالعلاقة الأولى؟ R inverse هنا تصير، شوف باو علي حصلت هذا الجهة الأولى composite T. جيد، حصلت الجهة الأولى، إذن حصلت أنه Z to Y ينتمي لإلمن للT compose R inverse. أقول له بما أن Z to Y إلمن تنتمي، خاف أنت ما منتبه مذكرة، يعني نقول له Z to Y كذلك تنتمي للأس، Z to Y تنتمي للأس، خوش حج. و ايش راح تصير عندي هنا؟ ماكو داعي اكتب الو، واضحة عندك تقدر انت تكتبها بالورقة. قلت له Z to Y تنتمي للأس، وعندي Z to Y تنتمي لهاي القضية، اذا ايش راح احصل؟ راح احصل انه Z to Y المن ينتمي للT compose الR كل inverse تقاطع الأس، هذا ينتمي لهذا هذا، اذا هذا شبي طلع لا يساوي فاي. إذا مهما من آخذ عنصر هنا ينتمي وأفرض هذا لا يساوي فاي، إذا أكيد يطلع عندي هذا شنو؟ لا يساوي فاي. إذا اشتبتنا ثبتنا أنه إذا كان الأس تقاطع التي يساوي فاي، فإن هاي الجهة تساوي فاي بالنقيض، بواسطة العفو، بواسطة شنو؟ بواسطة المكافئة إلها اللي هي نفيه، نفي الإذا وفقط إذا، هم يبقى إذا وفقط إذا، تأخذها قاعدة. يعني إذا كانت عندك، يعني إذا كانت عندي مثلا S إذا وفقط إذا Y، فإن نفي S إذا وفقط إذا شنو؟ نفي Y. فأنا إذا أثبت هذه معناها ثبتت هذه، وإذا أثبت هذه معناها ثبتت هذه. إحنا إيش رجعنا ثبتنا هسه؟ رجعنا ثبتنا العلاقة أنه نسيتها، خل أرجع لها. سور تور أي S compose العفو S compose ال R تقاطع ال T ثبتتها لا تساوي فاي، يمتى؟ إذا وفقط إذا أنه
تي او ار انفيرس تقاطع الاس هم لا تساوي فاي. وهاي بالحقيقه من برهنتها ايش سويت؟ برهنت هاي العفو انا اريد اثبت هاي، اريد اثبت هاي، ومن اريد اثبت هاي ايش راح اثبت؟ راح اثبت او ار تقاطع تي لا يساوي العفو يساوي فاي اذا وفقط اذا تي او ار انفيرس تقاطع الاس هم يساوي فاي. هاي مكافئة لهاي، ومثل ما ابرهن هاي اللي فوق من الجهة الاولى وبعدين ارجع للجهة الثانية، كذلك هاي الجو ابرهن من الجهة الاولى وارجع لها منين؟ من الجهة الثانية. هسه برهنا احنا جهة من الجهات، وخلينا نشوف الوقت ما اريد اتأخر، خلينا نبرهن الجهة الثانية، خلينا نبرهن الجهة الثانية، عندنا 5 دقائق ما اريد اكبر. اي ايش راح يصير هالبرهان مالتي؟ برهنها برهان شوية سريع، راح نقول له اريد نثبت انه الاكس وين هي تي انفيرس تقاطع الاس اريد اثبتها لا تساوي فاي، اي العفو اقول لا تساوي فاي، نفرض انه هاي مو اثبات، هاي نفرض. فراح اقول ليت مو ليت اكس واي ينتمي لي المن ينتمي لي للتي كومبوز الار الكل انفيرس تقاطع الاس، عفوا هاي تقاطع مو هاي تقاطع الاس. اذا ايش راح نحصل؟ راح نحصل اكس والواي ينتمي المن تي او ار انفيرس و اكس واي ينتمي لي المن ينتمي لي للاس. اذا هنا ايش راح نحصل؟ راح نحصل اكس وزد ينتمي للار انفيرس و زد تو واي. طبعا هاي اختصارتها يوجد زد such that اختصارتها وش حكي زد تو واي المن ينتمي ينتمي لي للتي، وهاي عندي بعد و اكس واي المن ينتمي ينتمي للاس. نرجع لهاي الطريقة نقول له اكس واي ينتمي للزيت. اذا ليش؟ لان انا ايش اريد اثبت؟ اريد اثبت لهاي، اريد اثبت انه تقاطع التي لا تساوي فاي. انا مو اريد اثبت هاي، فانا منو اللي راح اوخر الانفيرس عنه؟ اروح للار اوخر الانفيرس عنها، لان انا احتاج هنا شنو؟ صافي. فايش راح اقول له؟ راح اقول له يا بترى زد تو اكس المن ينتمي عكس القضية ذيك، و z to y ينتمي لمن؟ ينتمي للتي، و x و y لمن؟ ينتمي ينتمي للاكس. فبسيطة القضية، اعتقد صارت جدا جدا واضحة عندنا هسه. هسه راح تصير x و y و z to y. هسه هاي راح اثبتها ويا من؟ ويا الاس هنا، يعني راح اختصر الاكس من، خليني اغير لك اللون، راح اختصر هاي الاكس منا هاي الاكس منا. ليش؟ لان انا ايش عندي؟ عندي الزد تو اكس ينتمي للار، فراح تصير الاولى، فراح يصير عندي الزد تو واي تنتمي لمن؟ هاي على هاي الاولى تصير هنا، وهاي الثانيه اس او ار. خوش حكي. هو ايش راح يقول لي هسه هنا؟ زد تو واي صارت عندي شنو؟ تنتمي لمن؟ اس او ار. ولكن انا عندي زد تو واي لمن تنتمي؟ للتي. صارت عندي z2y تنتمي لمن؟ للتي. اذا ايش راح احصل؟ z2y تنتمي لهاي القضيه وz2y تنتمي للتي. اذا راح اقول له z2y راح تنتمي s كومبوز الار تقاطع شنو مو عندي؟ تقاطع التي. اذا ايش حصلت؟ حصلت هذا شبي لا يساوي فاي. اذا اخذت هذا لا يساوي فاي، حصلت هذا لا يساوي فاي. اذا اكتملت عندي الجهه الثانيه، منك عندي اذا كان فانه من اليسار الى اليمين، ومنا عندي اذا كان فانه من اليمين الى اليسار. اذا اكتمل عندي اذا وفقط اذا. يبقى عندنا فرع بسيط نكمله بالمحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.